نشوف بعد ما عملت جولة أخرى من المرور على المستشفيات، خاصة الحال اليوم بتصريحات عن مرور ساعات على حال المصابين، ماذا تم معهم؟ نشوف ونرجع نعلق مع حضراتكم. فور ابلاغنا بالحادث دفعنا اول مجموعه كانت 30 سياره اسعاف، بعد كده دفعنا تعزيز بخمسه، وفي اسعاف كان بين المستشفيات ودفعنا بالاطقم الطبيه. اخلينا على المستشفيات الاقرب للحادثه اللي هي السكه الحديد والهلال وشبرا، وبعض الحالات البسيطة بمعرفة الأهالي أو بمعرفة الموجودين في المحطة تبرعوا أن هم ياخدوهم كده بشكل، إحنا الحمد لله يعني تابعناهم. الحالات إجمالي 43 إصابة و15 منهم خرجوا خروج تحسن، و20 ضحية أو 20 من الجثامين. يعني ما زلنا طبعا في معهد ناصر زي ما انتم شايفين بنتابع بالأطقم الطبية، بنتأكد ان الحالات خدت الرعاية الكافية، وطبعا يعني بنتعاون وخدنا دعم من مستشفيات القوات المسلحة والجامعة، وكلنا بننسق مع بعض لصالح المرضى والمصابين. احنا حريصين جدا في هذه النوع من الحوادث، وده حصل في حادثة المنيا والحادثة اللي قبلها، ان احنا نجيب فرق الدعم النفسي من استشاريين الطب النفسي، هم منتشرين النهاردة في المستشفيات اللي فيها الإصابات والجثامين. همنا النهاردة الدعم النفسي لأهالي الضحايا أو أهالي المتوفين، والدعم النفسي لأهالي الإصابات الحرجة. من بكرة هنبدأ الدعم النفسي لأهالي المصابين التانيين. طبعا دي جلسات مش هتنتهي، يعني حتى أطباء الطب النفسي هيتابعوا أهالي المتوفين حتى في بيوتهم في الفترة الجاية، وأهالي المصابين هيروحوا لهم، وده بشكل يعني لغاية ما يتأكدوا ان هم في سلامة نفسية. من بكرة هيتم متابعة الحالة النفسية للمرضى اللي هم بيتعافوا، وطبعا ال 15 اللي خرجوا برضو احنا بنتابعهم نفسيا، لان ساعات الاصابه النفسيه بتبقى شديده جدا ومؤثره في حياه البني ادم.